سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم والدراري تاو معايا، خوتي خواتاتي، كلشي بخير صحيحه. كنتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي، امين. والله العظيم جالسه غادي ندير العشاء وانا نجي نطلل بحال هكايا شويه الزنقه، وانا نقول علاش ما نجمع شويه مع خوتي خواتاتي. كيدوزو بزاف ديال المواضيع، ولكن ما كتبغيش تعطي الراي ديالك، كتقول لي سي بون لي طومبي، خلي كل واحد براسو، هادي كل واحد كيفاش كيشوف المواضيع. ولكن البارح تفرجت في واحد سميتو في ديك لاشين ديال رانيا فلوغ، شفت الوالده ديالها والوالد ديالها. المهم انا بعدا انسانه كنتفرج في كاع الناس، شي حاجه كتبان ليا زعما نتفرج فيها كنتفرج فيها، ما بانش ليا كان هنا يخلوها كان بحيد، باش زعما انا ما عندي مشكل حتى مع شي واحد الحمد لله، وكل واحد كيدير اللي بغا. المهم انا بغيت غير نقول رايي ديالي وصافي في هاد القصه هادي، ما نكذبش عليكم البنات، ما نخبيش عليكم، ما ننافقكمش، ومازال بقى العمر مازال تعرفوا عليا اكثر. ما نكذبش عليكم، دابا بغيت ندير معاكم هكا لان ما بغيتش نصور في الدار ونتقابل مع شي حاجه. الله معاك يا زنقه، فيها الضواو فيها شويه الخضوريه. المهم ما عليناش، شوفوا شويه المناظر الجميله، وبقى فيا الحال بزاف. عرفتي تأثرت واحد ما نقولش ليكم، لان غيحس غير بالواحد اللي عنده نفس المشكل مع عائلته، ولا ديجا ما عندوش ام ولا ما عندوش الاب ولا ناقصه كل شيء، ولا غيحس بهذا الشيء. ما نكذبش عليكم البنات، ما نافقكمش، نافق راسي الا نافقتكم، ونافق الله الا بكيت بكيت. بقى فيا الحال لان حشومه وعيب وعار، لان تشوف ولدك ولا بنتك كيدير لك بحال هكاك. انا الله اعلم اش بيناتهم، انا داكشي ما كيهمنيش. انا كنتمنى كما بغى يكون الموضوع، كما بغى يكون داكشي عائلي، كما بغى يكون. كنتمنى يهديه يا ربي، تهديه يا ربي، تهدي على والديه. ما بغيتش واحد النهار طرالي شي حاجه لمولا لباه ويبكي ويندم، ما بغيتش. انا واحد الانسانه امي ما عنديش ميته، وكنت وحشه بزاف، وكان دائما كيكون عندي شي مشكل ولا كنكون مريضه كنتمنى تكون معايا. كنت انا دائما كنتمنى امي كانت تكون معايا. وانسان عنده والدين وما كيحافظش عليهم كما بغاو يكونوا، الله الله وصلنا على الوالدين ووصل الوالدين علينا، ولكن كما بغاو يكونوا الوالدين واحد يحترمهم ويقدرهم. خصوص فاش كي قال زعما صافي بحال ما عندوش، بحال ما بقاش عنده ولد. تأثرت بزاف، وتأثرت بزاف ملي قال ما كرهتش نبدل كاع انا نخوي البلاد. واخا تخوي البلاد الحاج، واخا تخوي البلاد، داكشي اللي كان عندك في الداخل ديالك، الكبده ديالك هي اللي كتهضر ماشي البلاد. وكنتمنى الصوت ديالي يوصل لك اخويا احمد، الله يهديك، الله يرضي يهديك ويرد بيك، وراه انت عندك بنياتك، الله يحفظهم لك وينجيهم لك. ما تبغيش انت تكون في ذاك المرتبه مع وليداتك، ما نبغيهاش ليك، لا ليك ولا لاي واحد، ولا ليا. وانا عندي واحد البنيته، واحد العوينه اللي كنشوف بيها، وما كنبغيها لا ليا لا لغيري. الله يهديك اخويا احمد، الله يهديك اخويا احمد. شوف شوف فكر شويه ورجع شويه للصواب ديالك، لان الوالدين ما كيتعوضوش، كل شيء كيتعوض، كل شيء تعوض الا الوالدين، الا الوالدين، الا الوالدين، والصحه والسلامه. ونتمنى ما نكونش كما كنقولوا ثقيله عليكم، كنتمنى الصوت ديالي يوصل ولو شويه، وندعي معاه الله يهديه والله يرد بيه والله يجمعهم. وراه والديك 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 والديك، وداك الام كتقطع في القلب. كل واحد كيفاش غيهضر، كل واحد غيقول بغا دير، بغاو يطلعوا لاشين وادي البوز هادي 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 هادي. لا 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 لا، حتى هادي ولا هذيك الام
امنا حتى حنايا، ديك الام كنحس بها كتهضر صادقه من قلبها، وداك الاب حتى هو صادق، لان الكبده حتى واحد ما كيحس بها. اللي كيكون والد وكيقول الله يسمح لينا من الوالدين، انسان هو يشوف الحوايج، كل واحد كيفاش كيشوفهم، كل واحد كيفاش كيشوفهم، كيشوفهم كاين اللي كيشوفهم كذوب، كاين اللي كيشوفهم على صح. انا بعدا حسيت بيهم، انا بعدا يا ما هضروا الناس ويا ما هضروا في داك المواضيع، ولكن المهم كنقول الله يهدي الله يهدي، كندعي معاهم الله يهديهم الله يرد بيهم. ولكن البارح تاثرت، بكيت انا نقول صح، بكاوني واه حشومه ويطلع بحال هكا ويتقابل مع الكاميرا وبدا يهضر مع ولده والعالم كيشوف والام كتبكي مسكينه وكتقطع. الله يهديك احمد الله يرد بيك، لما شوف 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 في الوالدين ديالك راه من نهار يخطاوك غادي تندم، واحد الندم ما كاينش بحالو. الا مرض والله يستر وقعت لك شي حاجه غادي تعرف بحقهم، راه والديك كما بغاو يكونوا، والديك والديك والديك. الله يهديك اخويا الله يرد بيك، والله يجمع الشمل ديالكم، الله يخلي لك وليداتك ويخلي لك الناس اللي كيبغي تبغي. وانا هذه هي الرساله ديالي، ونتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلبكم. انا بغيت نقول الراي ديالي بصراحه، بقى في الحال هذا ما كان، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، وبسلامة عليكم والله يسمح لينا كاملين. سلام عليكم اخوتي.